بيكم في قناة الكاريزما وحلقة جديدة من حلقات العطور. أنا عندي بلاي ليست للعطور أو قائمة تشغيل كل فيديو يخص العطور، تابعوني وتعالى نتكلم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل مشاهد للفيديو ده دلوقتي حالا، ينزل يعمل اشتراك للقناة، ينزل يعمل سبسكرايب. أنا عايز عدد المشاهدين على عدد اللايكات، تمام؟ انا عايز اكبر كم من المشاهدين دلوقتي حالا. ما تتفرجش من بعيد، لا انزل اعمل اشتراك، مش هتخسر حاجه والله. في زرار كده اسمه الاشتراك او سبسكرايب، تابعوني مع فيديوهات العطور. انا النهارده يا جماعه هتكلم عن موضوع جميل جدا، موضوع شيق جدا. ازاي تقدر تكسب عميلك، ازاي تقدر تتعامل مع الكلاينت بتاعك، ازاي تقدر تتعامل مع زبونك. اولا واخيرا انت لازم تحط لنفسك مفهوم معين. ايه هو المفهوم ده؟ انت اسمك تاجر السعاده، مش تاجر عطور خالص. ليه انت اسمك تاجر السعاده؟ تاجر السعاده انت بتقدم رفاهيه للناس، انت بتقدم خدمه شيقه للناس، خدمه الناس حبها. الناس بتجيلك علشان هيكونوا سعداء بمقابل الخدمه اللي انت بتديها لهم دي. طيب وانت كده مبدئيا اسمك تاجر السعاده، يعني انت وظيفتك تسعد الناس بابتسامتك الحلوه، بكلامك الحلو، بريحتك الحلوه، بدعايتك الحلوه. طيب تعال نتكلم على اول زبون او شكل من اشكال الزباين اللي هتجيلك المحل. تعال نبص كده على اول زبون هيقول لك ايه. اول زبون هيجي يدخل يقول لك انا عايز برفيوم على ذوقك. حلو. اولا ونصيحه مني، ما تديش حاجة على ذوقك. قول له ماشي حاضر عينيا. طلع له ثلاث برفانات انت ممكن تكون عجباك الثلاث برفانات، او اكثر ثلاث برفانات انتشارا في المنطقة، او اكثر ثلاث برفانات اكثر شعبية، حطهم قدامك تمام؟ وابدأ جرب على ايده الثلاث برفانات. وبكلامك الحلو وبكلامك اللذيذ قول له بص بقى البرفان ده برفان يليق على سنك، البرفان ده مناسب لشخصيتك، شم كده وشم البرفان التاني وشم البرفان التالت، وتفضل كده في الهواء الطلق كده ابدأ ميز واحد منهم. فهيجي لك يقول لك هو اساسا هيستمتع بالكلام اللي انت قلته له، مناسب لشخصيتي، مناسب لكاريزمتي، مناسب لشكلي، مناسب لسني، فاكيد هيختار حاجه من الثلاثه. فهيجي لك يقول لك والله انا حبيت البرفان ده، ولكن انك انت تاخده عمياني وتدي له البرفان اللي على ذوقك، وليكن مثلا انا هدي له سين من البرفان واقول له جرب وعملته له، هيجي لك تاني يوم يقول بص البرفان اللي انت عملته لي ده مش حلو. لا، لازم هو اللي يشم ولازم هو اللي يقرر. حط له زي ما انا قلت لك ثلاث اختيارات من البرفانات الاكثر شعبيه، انت ممكن على فكره ما تكونش بتحبها، ولكن انت بكلامك الحلو هتقدر تكسب اول عميل. ده بالنسبه لاول عميل. تعال نتكلم على العميل رقم 2. الزبون رقم 2 هيجي لك ويقول لك انت عملت لي امبارح برفان، البرفيوم ده مش زي اللي في دماغي، البرفيوم ده من فضلك انا عايز اغيره. بص بما انك تاجر السعاده اوعى تقول له لا، عشان انت بتقولي لا. لا اوعى تقول له لا، تمام؟ قول له عينيا حاضر هات البرفان بتاعك. خلي بالك البرفيوم بتاعك اللي تركب اكيد ليه كذا زبون، حط البرفيوم بتاعك اللي تركب وسيبه على جنب وقول له انا اقدر اخدمك ازاي، ايه اللي انت حابه، ايه اللي انت اقدر، ايه الريحه المقاربه اللي انت عايزها. هيفضل يتكلم معاك وهيشلك الجميله دي جامده جدا ان انت سبت له البرفان بتاعه ده على جنب. طيب اللي انت هتقدر تعمله، اللي هتقدر تعمله دلوقتي انك انت تديله تشوف انطباعاته واختياراته ايه، فبالتالي هتقول له مثلا انا عايز، هيقول لك انا عايز البرفان الفلاني اشم ريحته، اديله كذا اختيار وهو يشم الريحه وبتبدا يختار البرفيوم اللي هو عايزه ويقول له ده خلاص اختيار اكيد. ابدا اكسر البرفيوم بالكحول والمثبت، اوكي خلاص يبقى ده انت كده اخدت معاك منه زي ما يكون العقد بتاعه كتب ومضى عليه، تمام؟ ده بالنسبه لتاني زبون. تعال نتكلم عن تالت زبون هيجي فاصل. ده وش خلاص هيجي يقول لك ايه البرفيوم ده ب 100 جنيه لا انا عايزه ب 80 جنيه وانت بتكسب ايه غلبان علشان تديله خصم 20 جنيه مره واحده.
الزبون اللي في الحالة ديت، بص انت ليك اختيارين. الاختيار الاول تقوم قايل له انا ممكن اقدم لك خدمة ومنتج مقابل ال 80 جنيه دول، ولكن انت تشتري مني خدمة ب 100 جنيه خدها مني ثقة وبيرفكت وكأنك بتستعمل بيرفيوم اصلي بالظبط. على فكرة انا بتكلم على البرفانات التركيب، خلاص خدها مني شبه الاوريجينال بالظبط. فبالتالي مش هيستخسر في 100 جنيه مقابل خدمة كويسة جدا، ولو هو طالب البيرفيوم او 80 جنيه خلاص اديله الخدمة بالاتفاق، اديله الخدمة اللي هي مقابلها ال 80 جنيه، قلل بقى نسبة الكحول، اختار شكل ازازة تاني مختلف ارخص، الحاجات دي كلها. فبالتالي انت بتحاول انك انت تكسب العميل حتى لو هو بينفصل. طيب فلنفرض بيقول لا انا عاوز ال 100 جنيه ديت، انا عاوز بال 100 جنيه ديت الخدمة ب 100 جنيه ديت تعملها لي 80 جنيه. لا، هو انت مش هتيجي على نفسك اولا واخيرا، بس انت ممكن تراضيه بحاجة. انت ممكن تراضيه مثلا بعلبة بخور، انت ممكن تراضيه مثلا بازازة بلاستيك مثلا، تقول ديت مثلا ازازة بلاستيك فاضية، انت ممكن تحط البرفيوم بتاعك جوه الازازة ديت وتبقى سهلة الاستخدام معاك، سهلة الحمل معاك في اي مكان. فبتقدر ان انت بدل لما يخصم لك العشرين جنيه، لا انت بتدي له خدمة صغيرة جدا مقابل ازازة بخمسة جنيه فاضية او بازازة بعشرة جنيه فاضية، فانت ما خسرتش العشرين جنيه. فديت وسيلة او تركاية تقدر تستخدمها مع الزبون اللي بيفاصل كتير. تمام، تعالى نشوف الزبون رقم 3 هيجي يقول لك ايه. 3 هيبقى دايما حاشر مناخيره في شغلك. الزبون رقم 3 ده هيجي يبص يقول لك هو انت بتركب ايه على ايه، انت بتحط كام ملي، ويجي يقول لك طب وريني كده معلش المعيار، ويبدا يخونك ويبص كده ولا مش عارف المعيار ده ايه، هو ده 20 ملي بالظبط، هم دولت 25 ملي بالظبط. اخد بالك الزبون ده يعني هو بيتعبك نفسيا وبتتضايق منه، ولكن حاول تكسبه في صفك. يعني تعالى بص شوف انا بعمل اهو، تعالى يا ريت انت اللي تجرب، خد امسك جرب جيب ازازتك وشوف برفانك وشوف ايه رايك. اخد بالك الزبون الحشري او الزبون اللي حاطط مناخيره في شغلك مش مشكله، هو يعني كل تركيب البرفانات مش حكر على حد، بالعكس دي موجوده اساسا في كل مكان خلاص، وموجوده طريقه تركيبها في جوجل ابحث عنها، فمش مشكلة لو شاركته خبرتك او شاركته معلومتك، مش هينافسك ما تقلقش. تمام، في عندك بقى زبون يجي يقول لك ايه هي الشركة اللي انت بتستعملها، انا عايز استعمل شركة كذا كذا كذا، وكأنه الجهبذ او العالم اللي هو بيرشدك على الطريق الصح. مش مشكلة برضو، حاول ان انت تطوعه في الكلام وتقول له دي شركة كذا ودي شركة كذا، وانا عندي اصنفين من الشركات، الشركة ديت الشركة كذا، والشركة ديت الشركة الاقل منها، انت عم اختار مثلا الشركة النهين. بص انت اسمك تاجر السعادة، اهم حاجة الزبون يخرج من هنا ضحكته واصلة لودنه. ما تحاولش ان انت تكون غلس معاه او كشري معاه او تكون مثلا عنيف معاه في الرد، لا حاول تاخده على بساط الريح، صدقني هيفرح جدا وهيحب يتعامل معاك جدا. ولو هو بيتعامل مع محلات 5 ستارز لا هيجي لك يا محلك الغلبان المتواضع على قد، هيجي لك لانك انت فريندلي معاه، لانك انت حبوب معاه بمعنى اصح. تمام، ده يا جماعه من نوعيات من عينات العملاء او الزباين. لو عندك نوع من العملاء اخرين يا ريت تكتب لي في التعليق ونشوف هنتصرف معاه ازاي سوا. ما تبخلش عليا باشتراكك في القناه، ما تبخلش عليا بمعلومتك، ما تبخلش عليا ان انت تدوس لايك. تمام، اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين.